30 رمزا في المنام تدل على الإصابة بالسحر، ولكن انتظرونا بعد هذا الفاصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله ولا إله إلا الله. النهاردة هنتكلم عن 30 رمزا في المنام تدل على الإصابة بالسحر، بالإضافة إلى ما قد يراه المسحور من رؤى محزنة أو مزعجة أو مفزعة من الشيطان الرجيم. فهناك أنواع من الرموز قد تأتي في الرؤى الصادقة التي قد يراها المصاب لتعينه أو من يعالجه على اكتشاف الإصابة بالسحر. ومن ضمن هذه الرموز أولا السموم، لأن السم يا أحبائي في الله قد يدل في المنام على السحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. 2 الحيات والعقارب، لأنها من الكائنات المؤذية يا أحبائي بالسم، والسم في المنام يدل على السحر. 3 النجاسات بكافة أنواعها كالدم والبول والبراز أعزكم الله تعالى. 3 النجاسات بكافة أنواعها كالدم والبراز والبول أعزكم الله، لأن السحر عليهم لعنة الله تعالى يستخدمونها في أسحارهم. 4 الكلب والخنزير، لأنها من الحيوانات التي فيها نجاسات يا أحبائي، ولأن النجاسات قد تدل في المنام على السحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، رواه مسلم. 5 العقدة أو العقد، لأن السحرة عليهم لعنة الله تعالى ينفثون فيها لعمل السحر، بقول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. 6 الساحر والشيطان، لأنهم طرفان مباشران وأساسيان في الأعمال السحرية يا أحبائي، ولقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، سورة البقرة الآية 102. 7 الموسيقى أو الغناء أو الجرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم. 8 اليهود، لأن لبيد بن الأعصم اليهودي عليه لعنة الله تعالى هو الذي عمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اليهود هم الذين كانوا يتبعون طريق تعلم السحر وممارسته أحبائي، لعنة الله عليهم في كل كتاب. 9 الحيوانات والطيور والذبائح، لأن السحرة عليهم لعنة الله تعالى يذبحون الحيوانات والطيور كقرابين للشيطان الرجيم بغرض إعانتهم على إتمام السحر. 10 الفراعنة، لأنهم كانوا ضالعين في السحر كما تحدث القرآن الكريم عنهم، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. 11 الإلقاء، أي رؤيا شخص يلقي شيئا على شخص آخر أو أمامه، أو رؤيا شيء يلقى على شخص من مكان مجهول أو ما يشبه ذلك، للآية الكريمة السابقة: فلما ألقوا، صدق الله العظيم. 12 هاروت وماروت، وهما ملكان قال الله تعالى في شأنهما: وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. 13 البئر، لأن السحر الذي عمل للنبي صلى الله عليه وسلم كان مدفونا في بئر. 14 العذاب والألم، لقول الله تعالى على لسان أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان. 15 الإيذاء والتأذي، لأن السحر هو نوع من الأذى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركة الفيديو مع الآخرين وتفعيل زر الجرس والمشاركة. شكرا لكم على المشاهدة.